مجد الخطيب تنفيذي تسويق بشركة قطر A to Z الراعي أو المشغل الرسمي لموقع قطرسيل.com لتجارة السيارات. أهلا وسهلا. يا هلا فيك. في البداية بعد النهاردة المؤتمر، أنت تحدثتم في المؤتمر عن موضوع التسويق الإلكتروني، إيه هي الخطوات التي يجب أخذها لنجاح عملية التسويق الإلكتروني؟ بداية التسويق الإلكتروني بيعتمد على ثلاث أساسيات، وهالثلاث أساسيات رئيسية: المنتج اللي أنت عم تسوق له، الموقع الإلكتروني اللي رح يكون معروض عليه المنتج، والخطة التسويقية اللي رح تشتغل عليها. بداية مع المنتج، اعتمد انك تاخذ مثلا نوع منتج جديد تبتكره، ان كان سلعة او خدمة مقدمة للناس، او تاخذ سلعة او خدمة موجودة في السوق وتقوم بتطويرها، اضافة بعض المزايا لها، تحديثها، قولبتها بشكل جديد، ومن ثم تقديمها للمستهلك او للزبون اللي رح يدخل للويب سايت. هذا بالنسبة للمنتج. بالنسبة للموقع الويب سايت، هو بصراحة اهم شيء بالنسبة للتسويق الالكتروني، لانه هو اللي بيسبب جذب العملاء وهو اللي بيبعد العملاء عنك. من ناحية اختيار الألوان، التصاميم، الجرافيك، الابتعاد قدر الإمكان عن البرمجيات اللي بتحتاج لتنصيب من الانترنت، لأنه دائما خلينا نتذكر ما في حدا بده لا أحد يريد الانتظار، أوكي؟ فدائما نحاول نعتمد على البرمجيات الأساسية الموجودة بالكمبيوتر نفسه. يعني هو مثلا عم نحكي عن ملفات الجيف اللي هي بتشتغل على 100% من كافة الأجهزة، ملفات الجافا يلي هي كمان بتشتغل، الابتعاد قدر الإمكان عن ملفات الفلاش، لأنه هي أحيانا تضطر إلى تنزيل برنامج فلاش بلاير من الإنترنت. هذا بالنسبة له. طبعا الاهتمام بموضوع الجرافيك، توزيع الإعلانات، القسم الإعلاني، توزيع الإعلانات، أماكنها، أحجامها، مثلا خلي فرايتي بالإعلانات، اللي أنك تخلي مساحة مثلا للزبون ليختار الإعلان اللي بيناسبه. وبالنهاية موضوع الخطة التسويقية مهم جدا، لأنه هو الشيء اللي رح يجيب لك الزبون، أو بالأحرى الخطة التسويقية الشيء اللي رح يحول الزائر لزبون دائم عندك، عميل أو لعميل عندك بشكل عام. طبعا الخطة التسويقية بتختلف، إن كان على المدى القريب إنك تجذب عدد كبير من العملاء، تحقق مثلا مستوى ربحية من متوسطة إلى ما فوق المتوسطة بدرجة، رح يكون عندك جودة الخدمة بجودة متوسطة وما دون متوسطة. طبعا هون ممكن تستخدم أنواع إعلانات عند بمواقع أخرى مشهورة جدا، رح يصير لعندك جذب كبير بعدد الزوار. أو مثلا ممكن تستخدم خطط تسويقية على المدى البعيد، وهذا الشيء اللي أنا برجحه بالأكثر، رح يكون مثلا عندك مستوى الربحية قليل إلى من دون متوسط، عدد زوار قليل عم يزداد بالتدريج، وبيكون في هذا الشيء مثلا بيجي ببناء داتابيس أو بقاعدة بيانات للزوار اللي بيجوا لعندك على الويب سايت، بالنسبة لإيميلاتهم تحصل إيميلاتهم، أرقام الهواتف، ودائما keep in touch معهم، تخبرهم بالتحديثات اللي عم بتصير على السايت، الأشياء الجديدة على السايت، شيء بيشجع، إضافة خدمات جديدة. طبعا ما هو ما يميز الموقع التسويقي، يعني موقع التسويق الإلكتروني، إيه ما يميزه عن باقي المواقع؟ سهولة الوصول إليه، مجرد تدخل على شبكة العنكبوتية أو الإنترنت اللي هي صارت متوفرة حاليا بكافة البيوت. حاليا ما في بيت الا ما في انترنت وجهاز كمبيوتر، يعني بينما تقضي وقت طويل بالوصول الى المول او مثلا الى السوق، دور على باركينج وما لقيت باركينج، بينما الدخول الى الموقع مباشره طب تحصل اللي بدك اياه. هذا خدمات هي للزبون، ما هي اكثر فائده له. اعلنتم في المقدمه في البرزنتيشن بتاعتكم هناك ضعف في التجارة الإلكترونية في المنطقة، في خاصة في الدول النامية. نعم. وقلتوا إن الحجم بتاعها بيمثل 1% من جميع التجارة على المستوى العالمي. إيه أسباب ضعف التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية أو في منطقة الشرق الأوسط عامة أو الدول النامية عامة؟ للأسف فعلا مثل ما حكيت، هي نسبة 1% فقط من حجم التجارة الإلكترونية على مستوى العالم. أسباب الضعف بتعود عدم وجود ثقافة لماهية التجارة الإلكترونية. يعني لحد الآن ما في أفكار واسعة عن ما هو التجارة الإلكترونية. عدم ثقة الناس بالدفع الإلكتروني أو مثلا بالحصول على المنتج عبر الإنترنت، نقص حاد بالخبرات البشرية. هون أنا عم بحكي عن خبرات بشرية من ناحية الآي تي، من ناحية مجال التسويق الإلكتروني بحد ذاته، وإن وجدت هي خبرات قليلة جدا ومعدودة على الأصابع. عدم وجود مثلا نظام دفع أمان أو نظام دفع إلكتروني ذو درجة أمان عالية، ولهذا بيتطلبها كافة المواقع الإلكترونية، وإن وجد بتلاقي التكلفة تبعيته وصول إلى عالية جدا، ممكن يؤدي مثلا مقارنة بالمدخول العام للموقع أو للشركة يكون نسبته مثلا كتير عالي من ناحية دفع نظام دفع الإلكتروني هذا. يعني هذا هو بشكل عام اللي عم تؤدي لأسباب هالانزياح هذا له.
في ظل الانفتاح الاقتصادي ومثلا دخول بعض الدول في منطقة الخليج بشراكات اقتصادية مع دول أجنبية، هل ترى أننا سنكون في وضع تنافسي ضعيف مقابلة للدول الأجنبية؟ إيه اللي ممكن ناخده؟ إيه المفروض يتم من حيث الشركات عندنا؟ هلا بشكل عام التجارب الناجحة للشركات لازم تعتبر أساس لنا. حاليا بمنطقة الخليج بشكل عام أو بمنطقة الخليج العربي بشكل عام التطور كبير، سرعة النمو الاقتصادي عالية جدا، لازم يتم مواكبة هالتطور. هذا كيف عم بصير؟ بأخذ قصص نجاح شركات أخرى وتطبيقها عنا هون. أوكي، إضافة أشياء جديدة عليها، قولبتها لحتى تناسب الرأي أو تناسب مثلا بالإجمال سكان البلد، شيء ممتاز جدا. طبعا شيء ما فينا ننكره، السعي بشكل عام بدول مجلس التعاون الخليجي وبقطر خصوصا لتطوير مستوى الانترنت برعاية ICT قطر، تطوير مستوى الانترنت واللي فينا نشوفه مثلا من ناحية التكلفة أو السرعة مقارنة بباقي الدول يعتبر ممتاز جدا في دولة قطر بشكل خاص، يعني عم نحكي مثلا بدولة قطر. وبالإضافة مثلا الخبرات البشرية، تطوير الخبرات البشرية، دورات خارجية ليش لا، الأجهزة مثلا متابعة أحدث تكنولوجيا شو اللي عم بصير بالعالم نطلع عليها نعمل دورات عليها. بالنسبة عن تجربة قطر سيل وكنموذج نجاح، نقدر نقول أو بالمختصر ممكن تحدثنا عن قطر سيل وما يمكن أن يقدمه للشركات في هذا المجال؟ قطر سيل حاليا أو في الوقت الحالي خدماته تنحصر بالإعلان عن السيارات، طبعا سواء السيارات المستعملة أو الجديدة. قطر سيل بتوفر للشركات خدمات للشركات للمعارض وللأفراد. الأفراد كمان ممكن شخص حابب يعرض سيارته ففينه يعلنها بالموقع. بالنسبة كمان للمعارض خدمات إنه المندوب بيكون عنده بيصور له السيارات، تنزل على الويب سايت، تحديث مستمر للويب سايت. حاليا وصلنا لتحديث توايس ا داي للويب سايت، تحديث المحتوى تبعه. إضافة للشركات فتحت سوق السيارات بالبلد، يعني قبل مثلا كان مضطر شخص مثلا لنفترض من دول مجلس التعاون الخليجي، عم نحكي مثلا السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، عمان، يضطر يجي على البلد لحتى يدور على السيارة اللي هو بده إياها. حاليا لا، التغت هاي no border for car market. مجرد يدخل على الويب سايت شاف السيارة اللي هو حاببها أو اللي بده يشتريها بيشوفها وفينه يجي يساوي كونتاكت مع صاحب السيارة ويجي يخلص الموضوع. في النهاية بنشكر الأستاذ مهدي وشاكينا على اللقاء. شكرا كثير لكم على الحوار الجميل وشكرا كثير.